أهلي وصحبي من ولا بعد إخواني الكرام، نكمل في الكلام عن آية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. طيب، ذكرنا نحن في الوجه السابق وهو الوجه الأول أن ما ذكروه من الآثار أو حديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل حين نزلت هذه الآية: من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. قلنا أن هذا لا يصح، لأنه هذا فيه ناس متهمين بالكذب: حسين الأشقر وقيس الأزدي. قيس الأزدي هذا سيء الحفظ، حسين الأشقر متهم بالكذب، والحديث خرجه ابن أبي حاتم وغيره. طيب، وغيره. الآن الوجه الثاني أنه صح، هنا وقفنا، أنه صح عن ابن عباس خلاف ذلك، فقد جاء أو فقد روى البخاري عنه أن ابن عباس لما سمع سعيد بن جبير يقول عن هذه الآية إلا المودة في القربى، قال سعيد بن جبير: قربى آل محمد. فرد عليه ابن عباس وقال، وطبعا هذا ما يدل بقى على ما خلاف ما يروجه الوهابية، يقول لك ابن عباس قال، يعني كل تلامذته قالوا، أو طالما أحد من تلامذة ابن عباس قال، مثلا مجاهد استوى على، فسر استوى على، إيه إذا هذا أخذه عن ابن عباس وابن عباس أخذه عن الرسول، أو ما لا يصح هذا. شوف، لأنه هنا ابن عباس سيرد على تلامذته منهم سعيد بن جبير أنه فسر الآية بقرب آل محمد، فقال ابن عباس: عجلت، استعجلت، إن النبي، شوف هذا كلام ابن عباس، إن النبي لم يكن بطن من قريش إلا كان فيهم قرابة، يعني لم تكن قبيلة أو من قبائل قريش أو فخذ أو بطن من بطون قريش إلا كان لهم فيهم قرابة. فقال، كلام ابن عباس رضي الله عنهما: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. أسألكم على أجل إلى مودة القربى، إلا، يعني المقصود إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. قال ابن كثير: هذا هو الحق في تفسيرها. قال أن معنى كلامه أنه الحق ما قاله ترجمان القرآن اللي هو ابن عباس. طيب، هذا بهذا المعنى، أنه المقصود إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. ونحوه قول الطبري أنه قل لا أسألكم عليه أجرا، أي يا معاشر قريش لا أسألكم إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتصلوا الرحم الذي بيني وبينكم، أو وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم. إذن هذا الوجه الثالث. إذن الآية ليست هذا معناها، وليس كما زعم. رابعا، أن الآية مكية، وهذا يعني أنها نزلت قبل زواج علي بفاطمة أصلا. فكيف إذن سئل وقال بأنه أنت تود علي وفاطمة وكذا؟ طيب، يعني حسب الرواية الأولى اللي قلنا يا لم تصح. خامسا، أن الأنبياء كلهم عليهم السلام لم يسألوا أجرا أصلا على رسالتهم، وهذا دلت عليه آيات كثيرة في سورة الشعراء: وما أسألكم عليه أجرا، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. هذه قالها نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ما سألهم من أجر مطلقة. فإذا كان الأنبياء السابقون لم يسألوا أجرا، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد وهو أعظمهم وأجلهم، يسأل الأجر؟ وهو أنه فقط أنا لا أريد منكم مقابل على رسالتي إلا أن تصلوا قرابتي. أو وعلى كل، هنا يذكر بأن الاستثناء هنا منقطع، اللي هو قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، هو منقطع في الآية، كما في قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. طبعا هنا الوهابي يوافق على أن الاستثناء هنا منقطع، مع الاستثناء والمنقطع وخلاف الظاهر، وهذا أيضا يرد عليه في قضية إيش؟ قضية القبور، إنه إيش؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
هذا هنا المفروض هنا استثناء منقطع، يعني لا تشد الرحال. إلا أن قالوا أنه استثناء من جزء مستثنى، أنه إلى مسجد من المساجد إلا إلى 3 مساجد، أو يعني الاستثناء المنقطع، لكن هذه قضية أخرى طيب نأتي عليها لاحقا. طيب لحظة، كم أخذ من الوقت؟ فإذا هنا الاستثناء منقطع، مثل قوله إيش؟ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء. هل معنى ذلك إلا أنه من شاء أن يعطيني أجر فأنا سأخذ منه؟ لا، إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا، أنه إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا فأنا سأخذ منه أجر، لا، استثناء منقطع. طيب سادسا، أن معنى الآية إلا المودة في القربى معناها إلا مودتي في قرابتي منكم، كما قال الطبري وأطال في ذلك، وهذا هو الظاهر، وليس المعنى ما فهمه الشيعة أنه إلا أن تودوا قرابتي، إنما المعنى إلا المودة في القربة، يعني إلا مودتي في قرابتي منكم، يعني المودة راجعة إلي أنا، إلا مودتي إلى الرسول، إلا مودتي في قرابتي منكم، يعني من أجل قرابتي منكم، وليس أن تودوا قرابتي. هذا أيضا وجه ذكره هنا الطبري وأطال في ذلك طيب المؤلف هنا القحطاني. طيب سابعا، ظاهر الآية يلزم منه أن جميع قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أئمة، أن جميعهم أئمة من الإمامة السياسية، وليس فقط 12 إماما أو 12 إماما، وهذا يبطل قول حصركم للإمامة في 12، لأنه إلا المودة في القربة، جميع القربة إذا. أما سبب النزول قلنا هذا لم يصح، ولزم أيضا يعني فضلا أنه سيلزم أنه كل قرابة النبي أئمة سياسيين، طيب ويلزم منه أن النساء أيضا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا أئمة، كان فيها فاطمة عليها السلام وغيرها، وهذا أيضا باطل، أنه السياسة الإمامة السياسية لا تكون للنساء. ولما بطل كل ذلك تعين أن المعنى هو وجوب قرب، عفوا، هو حب قرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول به هذا نقول به يقول به أهل السنة. طيب ننتقل إلى الآية التي بعدها في هذه الدقيقتين المتبقية، لن نستطيع أن نكملها طبعا، لكن نأخذ أول شيء منها. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ذكر أو قال المظفر من الشيعة أنه هذه الآية نزلت، طبعا كما قلنا أنه تسألهم أين وجد الدلالة من الآية، يقول لك نزلت في علي. طيب إذن الحجة في السنة وليس في الكتاب. روى الحاكم، هكذا المظفر يقول، روى الحاكم أنه شرى علي نفسه ولبس ثوب النبي ثم نام مكانه. وروى أيضا أن الحاكم أول من شرى نفسه ابتغاء مرضات الله، شرى هنا بمعنى باع، شرى تأتي بمعنى باع، أول من شرى نفسه ابتغاء مرضات الله علي بن أبي طالب، وهذه شهادة من الله، هذا يكون المظفر كلام المظفر، يقول هذه شهادة من الله له لعلي، يعني فيكون دالا على إمامته وأفضليته. والجواب، أولا هذه الآثار لا تصح، فمثلا حديث أول من شرى نفسه أخرجه الحاكم وسكت عليه، وفي سنده هذا يحيى الحماني المتهم بسرقة الحديث، وفيه أيضا قيس ابن الربيع واختلط بآخره. في وحديث أيضا الثاني شرى علي نفسه أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، لكن مع ذلك القحطاني هذا مؤلف الرسالة جدي ضعفه طبعا، يعني أنا كتب ما كتب، لكن نحن نقول يعني حتى لو صح، إذا أول شيء حديث ظن الدلالة، ظن الثبوت، لأنه حديث أحد ظن الثبوت وظن الدلالة أيضا. طيب نوثق الآن إذا كان في وقت لم يبقى، نأخذ دقيقة واحدة أخرى إذا، يعني حتى لا يقال لي والله أنت كيف تتابع هذا الوهابي، الحديث هو أخرجه الحاكم وصححه ووافق عليه الذهبي، وهذا الوهابي يطعن فيه. طيب أنا لا أوافق الوهابي، بس أنه أقول لك أنه حديث حتى لو صح، حتى يا سيدي لو في البخاري أو في مسلم، طيب حديث البخاري أو مسلم
إذا لم تتواتر لا تفيد إلا الظن الغالب كما اختاره النووي، خلافا لابن الصلاح طبعا أن أحاديث الشيخين تفيد العلم، وهذه مسألة تكلمنا فيها، يعني هي أصلا مسألة متكلم فيها مختلف فيها، هذه ممكن نتكلم فيها أو تكلمنا فيها في مقام آخر. طيب يعني هذا الحديث مع أنه الذهبي أخرجه ووافقه عليه، الحاكم أخرجه وصححه ووافقه عليه، هذا طلع له عذر أنه فيه أبو بلج، قال البخاري فيه نظر والحديث منكر عند العراقي. طيب ثم إن المفسرين اختلفوا في من نزلت هذه الآية، فقيل نزلت في المهاجرين والأنصار لا سيما المجاهدين منهم، وهذا ذكره الطبري، وذكر أنها نزلت في صهيب وأبي ذر، وقيل نوثق بعد أن نقف لهذا، وقيل أنها نزلت في كل شار نفسه أو كل من يبيع نفسه في طاعة الله، هذا كمان ذكره الطبري. وذكر الطبري أن الأولى في معنى هذه الآية هو الآمر المعروف والنهي عن المنكر، وذكر أن هذا قاله عمر، وعلي أيضا قاله في تفسير الآية أنه عامة، وابن عباس وغيره. طيب نوثق الآن في هذا الكتاب، أبدأ بتوثيق الكلام عن الآية، لقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذه تسمى آية المودة. طيب هنا أنه يذكر الحلي أنه عن ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية قيل يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين، وبيقول لك بعدين الحلي أنه ووجوب المودة يستلزم الطاعة. وقالوا أيضا بأن وجه الدلالة بأن هذه المودة لا تكون فقط بالطاعة، وإنما إيش المودة لرسول الله لا تكون إلا بالطاعة وعدم المخالفة، وهذا معنى الإمامة. وذكروا هنا، هذا ينقل عن السماوي في الإمامة، هذا قد ذكرناها في كلام الشافعي، كلاما أنه الحاصل أنه ليس المودة اللي هي الحب المجرد لآل البيت، وإنما معناها العمل في ضوء سنتهم وعلى لطف شاكلتهم. ولذا عابوا يعني آل البيت عابوا على من هذا كلام الشيعة، على من لم يقر لهم بالإمامة، واتهموه بأنه جحد أهل حق آل البيت، وهذا ولذلك قال العاملي لولا إنكاركم فضلهم ما جحدتم ما قاله الله ورسوله فيهم. وأنه المقصود بآل القربى في الآية هم علي وحسن والحسين، واستدلوا بما ذكر عن ابن عباس بأن هذه الحديث السابق. يعني الرد أنه هذا الذي ذكروه لا يستقيم، ولا ليش؟ لأنه أولا حصرهم ذوي القربى في علي وفاطمة يستند إلى روايات موضوعة لا تصح، منها ما أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني أنه في رواية فيها حسين الأشقر، وهذا فيه نظر، واتهم بالضعف والوضع وكذا، إلى وضعف وآخرون ورافض إلى آخره، وأنه فيها قيس الأزدي، وهذا قيس الربيع أيضا، قيس بن الربيع الأزدي صدوق سيء الحفظ لاحظ، ويعني ذكر فيه كلاما طويلا، وذكر أن فيه أيضا الأعمش وهو مدلس وقد عنعن، وذكر ابن كثير بأن هذا إسناد لا يصح، هذا كلام إسناد ضعيف فيه مبهم وفيه حسين الأشقر وإلى آخره، وأنه وردت عن ابن عباس خلاف ذلك، فسئل ابن عباس عن قوله إلى مودة في القربى، فقال سعيد بن جبير قرب آل محمد، فقال ابن عباس عجلت، إن النبي لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. إذن التفسير هنا الصحيح للآية إيش ما قاله الطبري وابن عباس من قبله، أنه يا معشر قريش لا أسألكم إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتصلوا الرحم الذي بيني وبينكم، وهذا ابن الكثير قال بأن هذا الحق الذي الحق ما فسره به ابن عباس هذا التفسير السابق، أنه إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم القرابة. ثم أن الآية مكية، ولم يكن علي تزوج بفاطمة حين ذاك، لاحظ لم يتزوج إلا في السنة الثانية من الهجرة، يعني هذه قبل الهجرة. طيب نزول الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يسأل أجرا على دعوته، الأنبياء كلهم هكذا، لاحظ مثلا نوح قال وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وقاله هود وقاله صالح وقاله لوط وشعيب، فكيف يطيب لهم أن ينسبوا إلى خاتم الأنبياء والمرسلين أنه قال أنه ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. وأما الاستثناء فهو منقطع هنا، لاحظ كما في قوله قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن اتخذ إلى ربي سبيلا. أيضا المودة في القربى لم يقل
أنه قال إلا المودة في القربة، ولم يقل إلا المودة للقربة. أنتم فهمتموها أنه قصد إلا المودة للقربة، لا، هو قال إلا المودة في القربة، ثم بعدين يشرح ما معنى أنه هو المقصود إلا المودة في القربة، ولم يقل إلا المودة للقربة ولا المودة لذي القربة، وهذا يعني أن المقصود إلا مودتي في قرابتي منكم. ثم يذكر كلام ابن جرير أنه يا معشر قريش إلا أن تودوني في قرابتي منكم، لاحظ، ولو كان معنى ذلك على ما قاله من قال إلا أن تودوا قرابتي أو تقربوا إلى الله، لاحظ، إلى أن يقول أن الخلاصة أن المقصود المعنى إلا مودتي في قرابتي. يذكر أن هذا قال ابن تيمية أن المقصود إلا المودة في القربة، ولم يقل إلا المودة للقربة، وهذا يعني نكمل له في الحلقة القادمة، والحمد لله.